اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مبسوط كثير 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 انه انا جمعت 10,000 دولار لجمعيه فرط اضطراب الحركه وتشتت الانتباه لآفتا، موقعها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. شرف كبير انه انا تعبت كذا اسبوع وجمعت لهم هذا المبلغ. كنت اتمنى انه انا اجمع لهم مبلغ اكبر، ولكن الظروف حكمت انه انا ما اجمع مبلغ اكبر. في معلومه احب اقولها، احب اوجه للاقلام الكارهه لحبيب الحبيب اللي شنوا عليه هجوم، حكايه انه حبيب داخل في ديون مشاهير. اولا انا داخل في عمل انساني، علما بان هناك رؤوس اموال لم يدفعوا لهذه الجمعيه ولا دولار واحد، ولكن حبيب قدر خلال اسابيع يجمع لهم 10,000 دولار، فهذا الشرف الكبير بالنسبه لي. فانا اقول للاقلام الكارهه اللي شنت هجوم على حبيب عبر النت وعبر وسائل الاعلام وجرايدنا للاسف، انهم هم ما قدموا شيء لهذه الجمعيه، بس انا قدمت شيء لهذه الجمعيه، فقبل ما ينتقدوني يشكروني. وانا ايضا اشكر الـ LBC انها ساعدتني في اني انا اجمع هذا المبلغ، واشكر كل زملائي اللي انا حبيتهم في وقت قصير وراح اتواصل معهم ان شاء الله للابد، وان شاء الله باذن الله عقبال 1000 برنامج يجمعني مع الانسان. اما عن حكايه تعبي، ادعوا لي انه الله ان شاء الله يشفيني ويعافيني، راح اسوي عمليه في عيني. باي.